السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي كرام متابعي قناة ليد جيمز وكل الأشياء قلاب جانبكم تجي بقناة لعبة ما دوار شي. وصلناكم إلى F90 الطائرة اليابانية الجديدة بالرويال باص. الشباب راح نختبرها إن شاء الله اختبار شامل، هجمة أولى هجمة كاملة كذلك، ونشوف إمكانياتها وش المميز بيها عن الطائرات السابقة بالرويال باص. يا شباب هل راح تكون متفوقة أم لا، حالة حال الباقيات؟ فكل هذا راح نعرفه من خلال الاختبار هذا، فلا تنسون اللايك والمشاركة يا شباب، وخلنا ننتقل للتجربة وياكم. أوكي يا شباب، نشوف السرعة القصوى للمقاتل F90 اليابانية. 840 60 66 73 80. ايوان دخيلك يا رب المناورة. ولد مناورة اقوى من مناورة السوخوي 37. ضيم المناورة والله حلو. تمتلك مدفع كهربائي، صاروخ HSM، بطارية كاي، بطاريتين كاي. وال يلا خلينا نشوف الهجمة الأولى بيها. حلو 110 بس صواريخ. خل ارجع ارمي مدفع حتى اركز زين بالوضع. حلو اتوقع عندي 30,000 في المدفع، احنا جربناه 30,000 يعني 140,000 في الهجمة الأولى. اخوان 140,000 في الهجمة الأولى، حلو والله مع هاي السرعة والمناورة. اوبي شو تقول يا ماتو؟ والله مقاتلة راقية كلش راقية، بس عيبها الوحيد مدفعها بيتلاشي اذا ظليت مستمر بالاطلاق. اي انا شفت انا اطلقت اطلاق راح اثنين عندي برا الهدف، بس انا حافظهم 30 في اختبرناه بث مباشر. حلو خلنا نجي بعد. اوكي انضربت مره ثانيه مدفع، ليش سويتها؟ ممكن شيل 30,000 في السبب الاخير. اوكي شيل 30,000، يمكن تحمست رميت مدفع ثاني. شيل 30,000. اذا الدمج الكلي لها 310,000 بنقص 30,000 مال مدفع، 310,000 الدمج الكامل للطائره. للامانه كدمج عام راح يكون قليل، بس إمكانية الطائرة، السرعة، المناورة، الاشتباك البعيد بدون قصف مساحي راح تكون مرعبة. فهاي الطائرة راح تسوي فد انتقالة كبيرة بالطائرات مال رويال باص حاليا. السرعة، المناورة، الاشتباك البعيد بالصواريخ، زائد المدفع الكهربائي يحتاج لشوية تعديلات. أتمنى إنه الشركة، إن شاء الله نتكلم ويا الشركة إنه التعديل يصير له باف للإيم مالته حتى ما يضرب هيك ضربات خاطئة. تبقى الطائرة هاي الامكانيات مالتها ممتازة جدا، 310,000 كدمج عام، 140,000 كهجوم اول. طائرة رقم صعب باللعبة، ما اقدر حاليا اقول عليها نمبر 1 او نمبر 2 لان البالانس موجود. فننتظر نسخة العالمية ونختبرها كذلك مرة اخرى ان شاء الله. اراكم تعليقاتكم على الطائرة، تنسون لايك والمشاركة، وفي امان الله.